إيران تريد لرجالها في العراق أن يبقوا في سدة الحكم بأي وسيلة كانت، بأي ثوب كان، بأي شعار كان، شعار فلسطين، الإسلام، الشيعة، السنة، ما يهم، المهم أنت تبقى في السلطة. وبما أن هذه الشعارات الإسلاموية قد استهلكت، فإذا لابد لهم أن كما سطوا على الدين وسخروه لمآربهم، الآن يريدون السطو على العلمانية. طبعا يخافون أن يقولوا علمانية، يقولون مدنية، وهو مصطلح كاذب ومصطلح نذل ومصطلح جبان. لا يوجد شيء اسمه نظام مدني، هنالك نظام علماني ونظام ايديولوجي الذي هو الإسلام السياسي. هؤلاء يخافون أن يقولوا نظام علماني، فجاءوا بمصطلح مخفف المدني لإيهام الناس أنهم قد تركوا الإسلام السياسي.